بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم متابعي قناة تقني فلاحي، مرحبا بكم فيديو جديد على القناة. كما كتشوفوا عندنا الأشجار ديال المشماش، غنحاولوا إن شاء الله نديروا التقليم ديالها، التقليم الصحيح من أجل الحصول على واحد النتيجة جيدة وواحد الوفرة في الإنتاج. كما كتشوفوا الأدوات، أول حاجة كنعقموا الأدوات، عندنا المقاس والمنشار، المقاس الطويل والقصير. قبل ما نبداو في العمليه ديال التقليم، من بين الاساسيات والامور المهمه اللي خصنا نضبطوها قبل ما نقومو بالتقليم ديال اي شجره، هي واحد الامور غنحاولوا نشوفوها، معرفه لي زورغان دو برودكسيون ولا الاغصان اللي كتعطينا الغله. كما كتشوفوا هنايا، اي شجره الا كتميز بالاغصان اللي كتعطينا الغله ولي زورغان دو برودكسيون ديالها خاصين بها. كما كتشوفوا في المشماش، هما هادو اللي كيعطيونا الغله، هما هاد الاغصان الصغيره هادي، هي هذه مهم. الطول ديالها كيبدا من 1 سنتيمتر وزيد يقدر يوصل لينا حتى 15 سنتيمتر 10 سنتيمتر. هي هذه اللي كتعطينا الغله. ثاني حاجه، النمو ديال الاشجار ديال المشماش نحو الاعلى كيبقى مستمر. كما كتشوف الشراء كتطلع بزاف، اذا اول حاجه كنديروها هو اننا كنحدو من هذا النمو ديال الشراء نحو الاعلى. ملي كنحدو من النمو ديال الشجره نحو الاعلى، كما كتشوفوا كتعطينا الاغصان ديال الغله. كما كتشوفوا هذه السنه اللي داس قمنا بالقطع ديال الراس ديال هذا الفرح هذا، من اجل انه يعطينا الاغصان اللي تعطينا الغله، وكذلك باش نربيو واحد الغصن، واحد الفرع ثانوي من الفرع الهيكلي هذا. ضروري ما نخليوش ان الفرع الهيكلي يطلع بوحدو، خصنا ضروري ما يكون عندنا واحد الفرع ثانوي باش كيعطينا الغله. علاش كنربحوا الغله في هذا الفرع الثانوي وكنربحوا الغله في الفرع الرئيسي؟ كما كتشوفوا هذه الشجره هذه، راه التناسق ديال الافرع الهيكليه ديالها ماشي هو هذاك. كما كتشوفوا فيها خمسه ديال سته ديال الافرع هيكليه ومتقاربه فيما بينها ومتداخله، يمكن ليها تسبب لنا بعض الامراض وبعض الافات الحشريه. كما كتشوفوا هذه الافرع ما منظماش، غنحاولوا اننا نختاروا واحد الافرع مزيانه اللي تكون واحد البعد يكون متساوي بينها وبين الفرع اللي حداها. غنشوفوا واحد الشجره عندها لا فورم ديالها مزيانه، هي هذه كما كتشوفوا، اربعه ديال الافرع هيكليه. وعندنا كذلك الفرع الرئيسي كيخرج منه واحد الفرع ثانوي هو هذا، باش كنربحوا الغله هنايا وكنربحوا الغله هنايا، كتكون هنا غله على جوج جهات. هاد الاغصان هادي كتعطينا الغله. غنحاولوا نشوفوا الا كان شي واحد مهرس ولا يابس، ولا بحال هذا يابس كما كتشوفوا، هذا يابس ولا من الداخل مع خوته غنحيدوه. الا كان عندنا شي غصن بحال هذا، شي بورجو بحال هذا طالع في الوسط، ما عندناش الغرض به لانه طالع في الوسط ماشي المكان ديالو، وخارج لنا من الفرع الهيكلي اللي خصو يبقى قاد انه يغدي لنا الثمار اللي كتكون تما. اما الا خلينا هذا غيجبد لينا لاسيف وديك العصاره اللي كتمتص المواد اللي كتمتص الشجره، غيجبدها وغيكون واحد الطول عنده كبير وغيغلط السمك ديالو، اذا ما عندناش به الغرض، غنحيدوه، هذا غيتحيد. وكذلك نحيدو الرؤوس ديال الشجره. كما كتشوفوا هنايا الشجره راه طالعه بزاف، الا حيدنا السنه الفائته قمنا بالقطع هنا في هذه البلاصه، كما كتشوفوا عطاتنا مجموعه ديال الاغصان ديال الغله، هي هذه. اذا هذه السنه تعطينا الغله. نفس الشيء غنقومو به، نحيدو هذا اللي منا، نحيدو هذا وغنقومو بالقطع على واحد المسافه ديال 10 سنتيمتر كافيه باش تعطينا الاغصان ديال الغله للسنه المقبله، ويبقى الارتفاع ديال الشجره متحكم فيه وما يطلع الشجره بزاف. كذلك المشماش كما كتشوفوا كيعطينا الغله في جميع في هاد الاغصان الهيكليه، هاد الافرع الهيكليه كامله كتكون فيها الغله الحمد لله، كتكون الغله طالعه مع الشجره كامله حتى الراس ديالها. لهذا غنقوموا بواحد التقليم جيد وغيعطينا ان شاء الله الغله مزيانه. اللي بغى يشوف النتيجه ديال التقليم، راه عندنا في واحد الفيديو في الاول ديال من الفيديوهات الاولى ديال القناه، فيه واحد الفيديو ديال هاد الاشجار هادو، الانتاج ديال السنه الماضيه. ونتمنى انكم تدعموا القناه بجيمو ابوني وتشجعونا على الاستمرار، وتابعوا معنا العمليه ديال التقليم.
كما كتشوفوا اصدقائي، هي هذه النتيجه ديال التقليم ديالنا الاشجار المشماش. كنحيدوا الرؤوس في الاعلى. الطريقه ديال القطعه كتكون مائله بزاويه 45 درجه. كنخليو الاغصان ديال الغله لي زورغان دو برودكسيون، ما كنقيسوش فيهم، فقط اللي كيكون مهرس ولا يابس ولا متداخل مع الاغصان الاخرى. هي هذه كما كتشوفوا الطريقه الصحيحه. ديما كنديروا واحد الغصن هيكلي ولا غصن رئيسي، وكيكون تحت منه واحد الغصن ثانوي كما قلنا في الاول ديال الفيديو، باش كنربحوا الانتاج على جوج ديال الافرا ولا جوج ديال كما جوج افرا، واحد هيكلي وواحد ثانوي. هي هذه الطريقه بالنسبه للشجرة الثانيه. كنخليو فقط الاغصان اللي كتعطينا غلا، وهاد الاغصان اللي خلينا عطاتنا تبارك الله واحد الكميه وفيره من الانتاج. اي غصن في هذه يقدر يعطينا ثلاثه الحبات ولا اربعه ديال الثمار ديال المشماش. مثلا كما كتشوفوا هذا الغصن، هذا يمكن ليه انه يعطينا ثلاثه ديال الحبات. هذا كذلك كما كتشوفوا هما هادو اللي يعطيونا ان شاء الله النواره، واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته. من بعد كيطيحوا شي حبات ما لان هذا الغصن ما يقدرش يوكل لينا يعطينا المواد اللي كتحتاجها، ستة ديال الحبات ديال الغلة. وإلا بقاو كيجيو ضعاف، يعني الكاليبر ديالهم كيكون شوية ناقص، والجودة حتى هي. إذا كيعطينا واحد جوج ولا ثلاثة مزيانين. كذلك هذا يقدر كيعطينا واحد، المهم جوج ثلاثة وأكثر. بالنسبة هادو كيعطيو أكثر، هادو اللي كيكونوا طوالين بحال هكايا. هذا غيعطينا هنايا في هاد الغصن وفي هذا وفي هذا. إن شاء الله هاني نشوفوا النتيجة من بعد ما يكون عندنا الازهار في هاد الاشجار ديال المشماش. غندير واحد الفيديو، ومن بعد الازهار ملي تكون الغله ان شاء الله تاو غنديرو فيديو باش تشوفوا النتيجه ديال هاد التقليم ديالنا. واي تقليم اي حاجه درناها في القناه الا نشوفوا النتيجه ديالها من بعد. ونتمنوا ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش علينا بجيمو ابوني وتشجعونا على الاستمرار. السلام عليكم ورحمه الله.